في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أبنائي طلاب الصف الخامس. معكم الأستاذ خالد فيصل، مدرس العلوم الشرعية. مرحبا بكم في الحصة الثانية من درس توحيد الله تعالى، حياكم الله وبارك الله بكم. أبنائي الطلاب، نريد أن نتحاور عن الحصة السابقة من درس التوحيد، لنقوم بربط الحصة السابقة بموضوع الدرس لهذا اليوم. نعم أبنائي الطلاب، أريد منكم أن تتذاكروا وتتذكروا عدد وأنواع الأدلة على وجود الله تعالى. معنا دقيقة واحدة لنتفكر ونتذكر أنواع الأدلة على وحدانية الله تعالى. نعم، بارك الله بكم. نعم، أحسنت. الأدلة على وحدانية الله تعالى هي قسمين ونوعين: الأدلة العقلية والأدلة النقلية. بارك الله بكم. لننتقل إلى الصفحة 44 ونقوم بحل السؤال السادس. هات أو اذكر دليلا من هذا الكون تستطيع أن تستدل به عقلا على وحدانية الله تعالى. يعني هذا له علاقة بالأدلة العقلية التي يعمل الفكر والعقل فيها ليستدل على وجود الله تعالى. نعم، أعطيني دليل. بارك الله بك. نعم، بارك الله بكم جميعا. الدليل: إذا نظرت وتفكرت في هذا الكون أيها الطالب وما فيه من مخلوقات عظيمة وعجائب، ستدرك وستصل وستتعرف وتعرف بأنه من صنع إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وأن هذه المخلوقات وهذه الأشياء في هذا الكون لم توجد صدفة، بل لا بد لها ممن أوجدها وهو الله سبحانه وتعالى. نعم، بارك الله بكم أبنائي الطلاب، جزاكم الله خيرا. لنرى وننتقل إلى موضوع درس وحصة هذا اليوم. بعد أن تعرفنا على معنى التوحيد وهو الاعتقاد والإيمان بأن الله تعالى واحد لا شريك له، وهو وحده المستحق للعبادة، وهو وحده الذي يتصف بالأسماء والصفات الحسنى، نريد أن نتعرف على فضل التوحيد، على فائدة التوحيد. أنا عندما أؤمن بأن الله واحد لا شريك له، ماذا أستفيد؟ لنرى فضل التوحيد العظيم. لتوحيد الله يا أبنائي فضل عظيم، أي فائدة عظيمة، فقد جعله الله تعالى سبب النجاة لعباده في الدنيا والآخرة. يعني عندما يؤمن الإنسان بأن الله واحد لا شريك له، هو خالق كل شيء والمدبر لكل شيء والمستحق العبادة وحده، وهو الذي يتصف في الصفات العظيمة وحده، هذا الشيء يجعلك أيها الإنسان المسلم أنت من الناجين في الدنيا والآخرة. لنرى كيف تكون من الناجين والفائزين في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا أيها الطالب العزيز، أيها الابن الغالي، أيها الطالب، في الدنيا من آمن بأن الله تعالى واحد لا شريك له، بيده حياتك ومماتك ورزقك. يعني أنت في هذه الدنيا تؤمن وتصدق بأن حياتك ومماتك ورزقك بيد الله،
ستعيش حياة طيبة، هنيئة، هادئة، مطمئنة، ليس فيها قلق وخوف، لأن الله تعالى هو الذي سيرزقك، وهو الذي أوجدك في هذه الدنيا، وبيده موتك عندما يقترب أجل كل إنسان. إذن يعيش الإنسان المسلم حياة هادئة، مطمئنة، مستقرة، لأنه يعلم ويؤمن ويصدق بأن كل شيء بيد الله في هذه الدنيا، نعم، ولا يصيبه إلا ما قدر الله له. بارك الله بكم. إذن سعادة في الدنيا يؤدي التوحيد ويوصل المسلم إلى سعادة في الدنيا وطمأنينة. لنرى الآن أيضا، نعم أبنائي الأعزاء، بعد أن تعرفنا على فضل التوحيد في الدنيا، سنتعرف أيضا على فضل وفائدة التوحيد في الآخرة. بعد أن يعيش الإنسان في هذه الدنيا العمر الذي قدره الله له، سيموت. فمن مات على التوحيد، أي يؤمن بأن الله واحد لا شريك له، فمن مات على التوحيد ولقي الله تعالى لا يشرك به شيئا، دخل الجنة. أي من يموت وهو مؤمن ومصدق بأن الله واحد لا شريك له، لا شريك له، هو خالق كل شيء والمدبر لكل شيء، هذا الإنسان المسلم الذي توفى على هذا الأمر وهذه العقيدة السليمة سيدخل الجنة بإذن الله تعالى، وسيكون ذلك سببا لنجاته من النار. جاء في الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يعني فقط توحيده وصدقه لا يريد منه إلا رضا الله والفوز برضا الله، سيفوز بالجنة، رواه البخاري. نعم أبنائي، إذن فضل التوحيد في الآخرة أهم وأعظم من فضل التوحيد في الدنيا أيضا، وهو الفوز برضا الله وجنته سبحانه وتعالى. لننتقل إلى السؤال الثاني في الصفحة 43. نعم أبنائي، اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. كل طالب يقرأ الفقرة الأولى، نعم، والتي تقول: الكلمة التي تضاد التوحيد، يعني عكس التوحيد. ما هو عكس التوحيد؟ النفاق أم الشرك أم الفسق؟ لنفكر. أحسنتم، بارك الله بكم. عكس التوحيد الشرك. الشرك يعني أن أعبد مع الله إلها آخر، أشرك مع الله في العبادة إله آخر، وهذا ما كانت تفعله قريش قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوها إلى دين الله تعالى وإلى توحيد الله وحده لا شريك له. ننتقل إلى الفقرة الثانية. من أهم الأدلة العقلية على وحدانية الله هو الصلاة، قراءة القرآن، أم التفكر في الكون بما فيه من مخلوقات وعجائب؟ لنفكر، أي من هذه هي الإجابة الصحيحة؟ أحسنت، بارك الله فيك. الإجابة الثالثة وهي التفكر في هذا الكون بما فيه من مخلوقات وعجائب، هو دليل عقلي على وجود الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى السؤال الرابع الذي يحقق لنا الهدف والدليل العقلي والدليل النقلي، عفواً، على وجود الله تعالى. اكتب سورة أو آية، سورة قصيرة طبعاً، أو آية مما تحفظ تدل على وحدانية الله تعالى. نعم أحسنت، قل الله أحد تدل على، هي سورة قصيرة تدل على وحدانية الله تعالى، بارك الله فيك. أريد طالب آخر. نعم، لننظر إلى الإجابة الأولى. قال تعالى: وإلهكم إله واحد. هذه آية تدل ويخبرنا الله بها بأن في القرآن، لأن القرآن دليل نقلي كما قلنا وتعلمنا، يخبرنا الله تعالى عن نفسه ويقول: وإلهكم إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. السؤال الخامس يا أبطال:
أين يظهر فضل التوحيد في الدنيا؟ يعني ما فائدة التوحيد في الدنيا؟ أنت أيها المسلم عندما تؤمن بأن الله واحد لا شريك له، ماذا تستفيد في هذه الدنيا؟ نعم، لنفكر، أحسنتم أحسنتم، نستفيد بهذه الدنيا حياة طيبة مطمئنة هادئة. لماذا؟ لأننا نؤمن بأن كل شيء بيد الله، من حياة وممات ورزق ومرض وشفاء. نسأل الله أن يحفظنا جميعا ويبارك لنا. نعم نعم أولادي الطلاب، بارك الله بكم طلاب الصف الخامس، ننتقل إلى غلق الدرس. سؤال واحد: ماذا تعلمنا اليوم في هذه الحصة من حصص التوحيد؟ نعم بارك الله بكم، تذكرنا أن الأدلة على وجود الله تعالى هي قسمين: أدلة عقلية وأدلة نقلية. نعم، ماذا أيضا؟ نعم نعم بارك الله بكم، تعلمنا أيضا أن للتوحيد فضل عظيم وفوائد عظيمة في الدنيا والآخرة. نعم أحسنت، الفوائد في الدنيا، في الدنيا فوائد التوحيد في الدنيا أننا نعيش حياة مطمئنة هنيئة سعيدة مستقرة، لأننا آمنا وصدقنا بأن كل شيء بيد الله تعالى، من رزق وحياة وممات ومرض وشفاء، كله بيد الله تعالى. قل لا يصيبكم إلا ما كتب الله لكم. أحسنتم. أيضا ما هو فضل التوحيد وفائدته في الآخرة؟ نعم، إذا آمنت في هذه الدنيا أيها الطالب أيها المسلم بأن الله واحد لا شريك له، وآمنت بذلك وصدقت بذلك لوجه الله، لا تريد إلا رضا الله، ستفوز في الآخرة بجنة الله ورضاه، وهذا أعظم ما يبتغي إليه الإنسان المسلم ويسعى إليه. نسأل الله يا أبنائي لنا ولكم ولآبائنا ولجميع المسلمين الفوز برضا الله وجنته، اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حياكم الله، وإلى اللقاء أبنائي الأعزاء في حصة أخرى من حصص الشرعية. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.